اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من كشك الصحافه، وابداها بالعناوين. بعد خلافه مع صاحب عمارة في عدن، عامل بناء مختف منذ 4 أعوام. مواطن في إب يدمر منزل امرأة بحثا عن كنز. ترحيل يمني تاجر بقرن وحيد القرن في أوغندا. من جديد أهلا بكم. حين وصل ماجد المعمري إلى نقطة التفتيش في مطار العاصمة الأوغندية كمبالا، تم تنحية أغراضه جانبا قبل أن يحضر رجال الشرطة مسرعين. لدى الرجل في حقائبه ما يدينه. اليمنيون يستخدمون قرون أحد الحيوانات هناك في صناعة جنابهم، لكن ومنذ فترة منع اصطياد ذلك الحيوان، مما زاد من سعر رؤوس الجناب. أراد المعمر استغلال ذلك، لكنه وقع في قضية كبيرة. نطالع قصته في موقع بلقيس. ترحيل يمني تاجر بقرون وحيد القرن في أوغندا، ووفقا لمعلومات الموقع أمرت محكمة في كمبالا بترحيل المواطن اليمني ماجد مطهر المعمري بعد إدانته بمحاولة تصدير عينة من الحياة البرية. كان الرجل في طريقه إلى مصر، وقضت المحكمة بترحيل المعمري ودفع غرامة مالية قدرها 60 مليون شلن لحيازته بشكل غير قانوني عينة من الحيوانات البرية، و60 مليون شلن أخرى لمحاولة تصدير عينة أخرى والتآمر لارتكاب جناية. 60 مليون شلن تساوي 15,000 دولار أمريكي. اتهمت النيابة الأوغندية المعمري وسائقه أبو بكر مصطفى بتقطيع قرن وحيد القرن إلى 26 قطعة بوزن 15 كيلوغراما وتعبئتها في حقائب لإخفاء جرائمهم. أوضاع اليمن وسوريا وليبيا والعراق تحتاج إلى أكثر من قمة لفرز ما جرى ويجري اليوم فيها. هذا ما كتبه كمال عبد اللطيف في مقاله المنشور في العربية الجديد، مضيفا في جزء من المقال. ما يحصل اليوم في العالم العربي مرتب في سياق تاريخي معين تتحمل فيه أنظمتنا ومجتمعنا ونخبنا النصيب الأول والأكبر. نستطيع أن نتحدث اليوم عن جامع واحد يشمل مختلف الأقطار العربية، يتعلق الأمر بالنفور من مبدأ الحوار والنفور من الإصلاح، والدخول بدل ذلك في دوامات من التنافس غير المفهومة وغير المحسوبة العواقب، وذلك بدل رسم سيناريوهات التعاون والتكامل والتنمية بلغة الظرفية العامة ومتطلبات الأزمنة الحديثة ومقتضياتها. ولعل تأمل ما يجري هنا وهناك في المشرق والمغرب العربيين يظهر أن الأنظمة العربية تقوم اليوم بأدوار ترتبط أساساً بمصالح قوى أخرى، تاركة مختلف الطموحات والآمال العربية جانباً. فكيف يعقد مؤتمر للقمة في ضوء هذا؟ ليس متصوراً أن القمة المنتظرة في الراهن العربي تتيح للعرب إمكانية تدارك مختلف التراجعات والإخفاقات في بلدانهم خلال العقدين الماضيين، فأوضاع اليمن وسوريا وليبيا والعراق تحتاج إلى أكثر من قمة لفرز ما جرى ويجري اليوم فيها، ووضع الخطط والبرامج القادرة على بناء ما يمكن أن يساعد في عودة الروح إليها. ولأن الأمر بكل هذه الصعوبة، فإننا نتصور إمكانية تخصيص القمة المنتظرة للتفكير في محورين يتعلق أولهما بالبلدان التي وصلت أحوالها إلى درجة قصوى من الارتباك، قصد التفكير في كيفية إنقاذ اليمن وسوريا وليبيا والعراق أولاً، كما يمكن تخصيص محور ثان لبحث مآلات القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني. قبل 4 أعوام قال صاحب عمارة في عدن لعامل جاء من ريف محافظة إب بعد خلاف بسيط أنه لن يرى الشمس ولا وجه أمه. ومنذ ذلك الحين وفقا لموقع المصدر أونلاين ومحمد حمود مبخوت محرم مخفي منذ 2018 في المدينة التي قصدها للعمل. عنوان الموقع كان يعمل في مجال البناء.
مطالبات بالكشف عن مصير المواطن محمد محرم المخفي قسرا في عدن منذ 4 أعوام. طالب مقربون من المواطن المختطف طالبوا الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن بالكشف عن مصيره المجهول منذ 4 سنوات. قال المركز الأمريكي للعدالة أنه تلقى بلاغا من أقارب وأصدقاء محرم يفيد بأن المواطن الأربعيني محرم أب لثلاثة أطفال وينتمي إلى قرية في مديرية الرضمة التابعة لمحافظة إب أنه ومصيره مجهول ومنذ اختطافه. أشار المركز إلى أن محرم اختطف عقب خلاف نشب بينه وبين مالك إحدى العمارات في محافظة عدن، وقال كان محمد محرم يعمل في إحدى العمارات الجديدة بمحافظة عدن مطلع العام 2018، وحدث خلاف بينه وحارس العمارة قبل أن يصبح بينه وبين صاحب العمارة الذي هدده وتوعده. أوضح المركز نقلا عن البلاغ أنه في نفس ليلة الخلاف عاد محمد إلى اللوكندا التي يسكن فيها رفقة عدد من زملائه وأبناء قريته، وفوجئ بوصول 4 أشخاص يرتدون زي رجال الأمن وأبلغوه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة الشيخ عثمان. قبل مغادرته أخبر محمد زملائه وأبناء قريته أنه سيعود إليهم سريعا كونه لم يفعل ما يستحق القلق، إلا أن 4 أعوام مضت ولم يعد محمد، ولم يعرف أحد عنه شيئا سوى بعض الإشاعات عن احتجازه في معتقل بئر أحمد. أحست امرأة في مدينة إب بأن منزلها بدأ يهتز، وما هي إلا لحظات حتى تهدم المنزل من الداخل قبل أن تعرف أن هنالك من قام بحفر نفق تحت هذا المنزل. يعلق موقع دمار أونلاين: إب مواطن يحفر نفقا أرضيا لإلحاق أضرار بمنزل امرأة وسط فوضى عارمة. قال مصدر محلي إن مواطنا أقدم على حفر نفق أرضي وصولا إلى منزل امرأة في شارع تعز بمدينة إب تسكن فيه مع أفراد أسرتها. المصدر أضاف أن المعتدي يدعي أن عملية حفر النفق للبحث عن كنز مزعوم، لافتة إلى أن الهدف ليس له علاقة بالكنز بالقدر الذي يستهدف الإضرار بمنزلها. وبحسب المصدر فإن المرأة تقدمت بشكوى للجهات المعنية لكنها لم تجد أي استجابة، ما دفعها للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي. عالم جديد ندخله تائهين لم يعد ينفعنا، التسلح بالمعلقات والشعر القديم وأمجاد الأجداد، ولا بقصص الفتوحات وبأخبار الفاتحين، ولم تعد قصصنا عن حوافز خيلنا التي دكت حدود الصين تنفع حتى للأطفال قبل النوم. ندخل عالم الألياف الضوئية بشكل يثير الشفقة ويثير الفزع. هذا مفتتح مقال كتبه الأردني إبراهيم جابر إبراهيم، وجاء فيه: لم ينشغل العالم خلال العقد الماضي بأكثر من شيئين شكلا أولويتيه الرئيسيتين، هما القتل والهواتف الخلوية، حيث شن العالم حربا قاسية جرفت معها الكثير من المدن والأفكار والقيم التقليدية والناس، وأعاد رسم الخرائط الجغرافية والبشرية وكذا خرائط التفكير والسلوكيات، ونسف ثقافات عتيدة بأكملها لتنمو مكانها ثقافات جديدة وغير معتادة. وفي الأثناء كانت منظومة الهواتف الذكية تتطور بتسارع لا يمكن السيطرة عليه أو مجاراته، حتى بدا الأمر كما لو أنه أداة القاتل في توثيق آخر أنفاس الضحية، أو أداة الضحية نفسها في الفرجة على حالها. ولو قدر للمؤرخين تسجيل حجم التغيير المرعب الذي أصاب كل شيء في السنوات الأخيرة لبدت الصورة فانتازية، ونحن نرى ما تم اقتلاعه من أفكار ويقينيات وتواريخ شخصية وجمعية وتهديم الكثير من المسلمات ومناطحة العقل بالعقل. الحرب المستمرة حتى الآن لم تغفل شيئا، واكتسحت في طريقها كل المعمار القديم، فالهويات القومية صارت مثارا للقتل أو للسخرية، والدين صار وظيفة أو سلعة أو تهمة أو ذريعة لالتهام الآخر وسفك دمه، والعائلة تقلصت حتى صارت الشخص نفسه الذي ينطوي على حضنه الصغير
الذي لا يتسع بدوره لأكثر من هاتف ذكي، والحديث عن القيم وأخلاق المجتمع صار نوعاً من الهراء المنفر للناس أو من السخرية المرة والترف الذي لا وقت له أو مكان. ثمة عالم جديد يتشكل، مصنوع من الألياف الضوئية لا مكان فيه للصراخ أو للبكاء أو للضحك أو الاستغاثات. عالم تم تحصينه بعناية من كل الزوايا كي لا تتسرب إليه يد حارة أو أغنية قديمة. أكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه تم منع وفد حكومي صيني من حضور مراسيم إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية. علقت صحيفة القدس العربي منع وفد حكومي صيني من إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية، ورفض رئيس مجلس العموم السير ليندز هويل طلبا بدخول قاعة ويستمنستر التي يوجد فيها نعش الملكة حتى جنازتها الرسمية يوم الاثنين، وذلك بسبب العقوبات الصينية المفروضة على 5 أعضاء بالمجلس وعضوين في مجلس اللوردات بسبب اتهاماتهم لبكين بإساءة معاملة مسلمي اليغور. نقلت مصادر إعلامية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها أنها لم تطلع على التقرير، لكنها قالت وأنه بصفتها مستضيفة لجنازة الملكة يجب على المملكة المتحدة اتباع البروتوكولات الدبلوماسية والأخلاق المناسبة لاستقبال الضيوف. وفي العام الماضي فرضت الصين حظرا على السفر وتجميد أصول 9 بريطانيين بينهم 7 برلمانيين لاتهامهم بكين بإساءة معاملة مسلمي الأيغور. هناك أسطورة قديمة تقول إن داخل كل واحد منا ذئبين، أحدهما محب للشر بينما الثاني محب للخير، يظل الصراع قائما بينهما إلى ما لا نهاية. وقد كتبت روبرت كولار عن هذه المعركة مقالا ترجم لصالح صحيفة الغد. يشرح الجد الحكيم للطفل المرتعب أن ذئبين يوجدان في داخلنا جميعاً. أحد الذئبين نرجسي متغطرس مغفل، أحمق وأناني، وهو كما تعلمون الشر. والآخر هو تجسيد الفرح والتعاطف واللطف والحب. يسأل الطفل المرتجف بخوف أيهما يفوز يا جدي؟ ويأتي الجواب مباشرة من الجد، الذئب الذي تطعمه. هذه هي فكرة الأخلاق، لا تستجب لأسوأ النوازع في نفسك. حسناً، يبدو هذا منطقياً للغاية. لا شك أننا جميعاً في حاجة إلى تذكير أنفسنا بهذا على أساس منتظم، خاصة عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي نريدها. ولكن هنا تكمن المشكلة في هذه السطور، أو على الأقل ما تبدو أنها نسختها المبسطة للغاية، أنها عرضة دائمة للتحول إلى أداة لاستدعاء أسوأ ما فينا. وأنا أطرح هذه النقطة في خضم مشروع بحثي أكبر، محاولة فهم طبيعة الحرب وطبيعة كون المرء إنساناً. هل هما شيئان لا يمكن الفصل بينهما؟ وأكثر من ذلك، كيف نتطور إلى ما بعد الحرب؟ وعندما ظهر الذئبان في خضم هذا البحث، شعرت وكأنها لحظة. أي ذئب هو الذي سيفوز؟ الذئب الذي تطعمه. استجاب تحالف متنوع من جماعات المجتمع المدني بالتعبير عن الاشمئزاز بعد أن صوتت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ يوم الخميس لصالح تخصيص 45 مليار دولار إضافية. إن بوتين هو الذئب السيء هنا، وهذا هو المكان حيث يشرع الجد الحكيم والأسطورة نفسها في الانهيار. إن كلا الذئبين يتقاتلان بمخالب مسنونة وأنياب مشهرة، وكل منهما يحاول قتل الآخر. ويبدو أن حروب البشرية على مدى السنوات العشرة الآلاف الماضية قد تطورت من تلك الأسطورة بالذات، بينما كانت البنية الاجتماعية البشرية تزداد تعقيداً وأكثر تركيزاً على الملكية والثورة والسيطرة، أصبحت فكرة نحن مقابلهم تزداد رسوخاً بالطراد. دائماً هناك عدو، والعدو دائماً هو الذئب السيء. بعض جرائم الواقع تفوق خيال صناع أفلام السينما.
ففي الولايات المتحدة أقدمت امرأة على سرقة جنين من بطن أمه بعد أن أوهمت حبيبها ومعارفها لشهور أنها حبلى. فكيف استعدت المرأة لجريمتها؟ يعلن موقع دي دبليو الألماني محاكمة أمريكية سرقت جنيناً من رحم أمه بعد قتلها. في 9 أكتوبر 2020 زارت تايلور باركر امرأة عمرها 21 عاماً كانت حاملاً في الأشهر الأخيرة. طعنتها أكثر من 100 مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين ثم غادرت المنزل. قبض على باركر وهي تقود سيارتها واضعة الجنين على ركبتيها على بعد قرابة 15 كيلومترا من مكان وقوع الجريمة. أكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثا ولم يتمكن الطفل الذي أدخل إلى المستشفى من البقاء على قيد الحياة. أوهمت باركر التي تواجه عقوبة الإعدام مدى شهور أوهمت حبيبها وأقاربها بأنها حامل، وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها اشترت بطنا منتفخا من السيليكون، إلا أنها في الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها. كان أحد المحققين أشار أمام المحكمة الثلاثاء إلى أن باركر بدأت قبل أسابيع في ارتكاب الجريمة تتصفح مجلات متخصصة بالحمل والولادة لتلقي نظرة على النساء الحوامل، كما أخذت مواعيد في بعض العيادات وشهدت فيها أيضا. هل حلمت يوما بركوب احدى العربات الطائره في سلسله الافلام الشهيره حرب النجوم؟ هذا الحلم حوله مصنعون يابانيون الى حقيقه، فقد تم عرض اول دراجه طائره في العالم ويخطط لاطلاقها العام المقبل في الولايات المتحده الامريكيه. نتابع مقطعا بثه موقع صحيفه ذا صن البريطانيه. حقيقة نحن اليمنيون لا ندري هل نفرح ونسعد لهذه الاختراعات أم نبكي على وضعنا ونحن نعود لاستخدام الحيوانات في التنقل. عموما الأحداث كما وثقتها عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية نتابعها في الجولة التالية. إلى آخر فقرة ورسوم الكاريكاتير.
أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.